السلام عليكم، معكم محمد باكير من شركة بريستون للتجارة والمقاولات. احنا شركة متخصصة بالعزل واكساء الواجهات. بالعزل نبدأ، في عنا مصنع للفوم موجود بقطر، بيوفر الفوم بعدة أنواعه وأشكاله، سواء فوم الإكساء أو الكرانيش أو الأعمدة، بالشكل اللي بيختاره العميل حتى يناسب رغباته، وإحنا بننفذ. هلأ الفائدة من وجود المصنع بقطر: أولاً بسرعة التنفيذ، وثانياً تلبية الرغبة والاحتياج بالضبط للي بيحتاجه العميل إن شاء الله. غير ذلك، غير الإكساء، نقدر نحكي متوفر عنا حالياً، فتحنا خدمة البيع من المصنع. فأنت كشركة لست كعميل نهائي بزنس تو بزنس، بإمكانك تيجي لعنا وتشتري فوم. هاي أول خدمة بنقدمها. بعد ذلك موجود عنا خدمة إكساء الواجهات بالترفنتين والصفائح الحجرية، وإحنا الشركة الأولى اللي وفرناها بقطر. وموجود عنا كذلك خدمة الطلاء أو الأصباغ، الدهانات نقدر نحكي. بعد ذلك فيك تعمل تصاميم 3D بنقدمها، وبرضو بنقدم خدمة استشارة مجانية. إذا أنت عندك بيت ومحتار شو بدك تسوي فيه أو شو حاب تكسيه، بنقدم لك خدمة استشارة مجانية تماماً، ما عليك إلا تتواصل معنا أو تيجي على مكاتبنا أو تيجي على المعرض كذلك بابني بيتك، وبنوفر لك المطلوب إن شاء الله. عاملين تجهيز جداً عالي وتجهيز مشرف، وراح يكون ببسط سواء لإلنا أو لابني بيتك أو للزائرين كذلك، كونه أصحاب الشركة عنا سافروا لأكثر من معرض بخارج قطر ليأخذوا فقط أفكار من اللي موجودة، حتى نقدر أنه نكون added value أو نضيف إشي جديد للسوق الموجود. بالنسبة للزبائن أو للعملاء اللي راح يكونوا زائرين، بنوفر لهم خدمة الاستشارات المجانية من مهندسين مختصين موجودين بالموقع. وبالإضافة لذلك موجود كتالوجات ليست ورقية، كتالوج حي معروض ستاندات، وموجود عليها أكثر من شكل وأكثر من شيء من اللي راح نقدمه. أما بالنسبة للبزنس تو بزنس أو الشركات الأخرى اللي راح تكون موجودة، هاي تجهيزها إن شاء الله راح يكون جدا عالي، حتى يكون في تعاون ما بيننا وبينهم، كونه المصنع عنا بيوفر خدمات البيع للفوم والشركات الثانية فيها تشتغل فيه. بالإضافة إلى ذلك قريبا راح نوفر خدمة تدريب للشركات الأخرى على طرق تركيب الفوم والعمل فيه، كون التوجه الحالي صار لهذاك الاتجاه أو للتطور بهاي الأعمال. صراحة توقعاتنا من معرض ابني بيتك توقعات كبيرة، نظراً للإنجازات اللي حققها هذا المعرض بالسنوات السابقة، وبنتمنى برضو أنه هاي السنة يكون إنجاز أكبر من كل اللي كان وصار سابقاً. شيء جداً جميل بهذا المعرض أنه مكان واحد عم بجمعك أنت والعميل النهائي وشركات أخرى بعدة مجالات موجودة، كلها إلها دخل بالبناء نقدر نحكي أو بالعزل. فإشي كتير حلو أنه الواحد عم يتواصل مع العميل النهائي تبعه. احنا كشركة بريستون جدا سعيدين بهذا الشيء، وان شاء الله بنتمنى نشوف الامباكت او النتائج تبعته على البزنس تبعنا. بانتظاركم ان شاء الله بـ R04. شركة بريستون بترحب فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.